ومرحبا الساعه، مرحبا فيكم في الجوله هاي رولينج ستونز. ماذا انا الجوله هاي؟ مرحبا، احس بكابه لما اشوفها. لا مش هاي. اوه انا تحسب الدوري هاي الثانيه، بتلعبس فيها وايد صدق من خافة. للحين شغالين في كراش، ان شاء الله بنشتغل على كل الجولات. اتمنى للحين ان الدليل ماله بالنسبة لكم واضح، كيف ان جزيرة واحد جولة واحد وهاي الامور. بعرف تحصلون مرتب بطريقة سهلة ولا غير سهلة، اكتبوا لي تحت في الكومنت طريقة سهلة ولا غير. ندقعت ابو بعد اهم شيء. اوب برتقال مالي. ما نقعت طف ما بردره. اذا بغيت يبي جواهر عقبي، بس الحين قلنا وين بنقيم على الطاير. في زين ارجع على كل شيء، ما بخلص كراش. هاي كراش ترجع على كل شيء. اوه دربك طويل ترجع على كل شيء والله. اوكي خلنا نجيب هاي دربنا. افوا بس ابى البونس، ترى لازم نبى البونس. فعشان اني ابى البونس طار علي البرتقا. ايوه هيك بقى. لا بعدين بينو هاي المغير شي تحتهم. هي يعني شي شوية بدون تحارت روحت ذبحنا. لنا يترك اللي شوي يشل. هاي صديقة كراش يعني، عرفتوا؟ وفي رواية سبيستون اخت كراش. مو مني من الرواية والله، مو مني من الرواية. طاع البرتقا كله حرام. انا مو كسر خاطر شيء، كسر خاطر البرتقا. طحت نفس المكان، تخيلوني طحت نفس المكان يعني. لا يعني هذا ابدا مش طبيعي ابدا. كيف اطيح نفس المكان؟ في واحد كان فوق صندوق ذاك اللي كسرناه في البرتقا، تحيدون مو شيء. ارجع له، هو اظني هو باقي لنا 30 صندوق يا حبيبي. ما علي، ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. خلصنا على الجوله ونشوفكم ان شاء الله في جوله ثانيه من كراتش على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه راسه راح دوخ مات. شوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.